حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الجملة قالها أهل الإيمان لما جمع لهم الناس فقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله حسبنا الله. هذه الجملة فيها عدة فوائد تربوية. أولا، تدل على كمال التوكل في قلوب المؤمنين. ثانيا، تدل على أن الله سبحانه وتعالى كاف عباده المؤمنين، فلا يحتاجون مع الله أحد، فاستغنوا بالله عن كل أحد، فاستغنوا بالله عن كل أحد، ولم يخافوا إلا الله. ثالثا، حسبنا الله ونعم الوكيل تدل على أن معتمد الإنسان وملجأ الإنسان وملتجأه الإنسان المؤمن عندما تصيبه ضراء، ملتجأه هو ربه سبحانه وتعالى. رابعا، هذه الآية تدل على اطمئنان المؤمن إذا اعتمد على الله، فإنه لا يهمه من كان خصمه ما دام أنه يكفيه ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقولها المؤمن في الأوقات التي يتخلى عنه فيها الناس، وفي الأوقات التي يتذكر أنه لن ينفع أحد إلا ربه سبحانه وتعالى، فاكتفى به عن كل أحد، فاكتفى به عن كل أحد. حسبنا الله يعني كافينا الله، لا نريد نصرة إلا نصرته، ولا نريد فرجا إلا فرجه، ولا نريد رزقا إلا رزقه، ولا نريد اعتمادا إلا عليه، ولا نخشى إلا إياه.